تربطني بخالد الفيصل وجوه شبه عديدة، فقد ولدنا في الشهر ذاته من السنة ذاتها، وقد كتبنا في سن الخمسين قصيدتين في اليوم نفسه. استمعتم إلى قصيدتي في مناسبة سابقة، وأرجو أن تستمعوا إلى قصيدته الليلة. ولقد بدأت علاقتي به عندما رفض أن يستقبلني في أبها، فقد كتبت إليه وكنت أيامها عميدا لكلية من كليات جامعة الملك سعود، وكان وقتها قد تولى إمارة أبها إمارة عسير، أعرض عليه أن أزوره مصحوبا بألف من طلبتي، فرحب بزيارتي وضيافتي واعتذر عن استضافة الألف طالب. فلم يكن في عسير أيامها فندق واحد، ولعل شيئا لا يعبر عن معجزة التنمية في المملكة، تلك التنمية التي غيرت وجه الحياة في المدن والقرى كما تعبر عنه تجربة عسير خلال العقدين الماضيين. وما أنجزته عسير لم يكن ليتم إلا بتوفيق من المولى عز وجل، ثم بالحرص الدائب المستمر من القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، ثم بالمتابعة النشطة اليومية من أميرها الفارس الشاعر. وعندما توليت شؤون مرفق الكهرباء وفي أول يوم لي في المكتب، كلمني الأمير خالد الفيصل وقد زين لي الوهم وقتها أنه يحدثني ليهنئني. وفي الواقع هنأني بعبارة استغرقت حوالي 10 ثوان، ثم تكلم عن مشاكل عسير الكهربائية عبر 1.5 ساعة. لقد عاصرت عبر عملي الحكومي أنواعا فعالة من اللوبي الفعال، ولكني أشهد أمامكم أن أكثرها فعالية كان لوبي عسير، أي خالد الفيصل. ولقد توثقت عرى صداقتنا عبر تجارب العمل المشترك في نشر الكهرباء والصناعة في جبال عسير وذراها وقراها، ثم في مجالات العمل الإنساني الذي تبنته مؤسسة الملك فيصل الخيرية. إلا أن هناك للأسف فارقا كبيرا يباعد بيني وبينه، فهو رسام مبدع قدير. أما أنا فقد حققت أيام الدراسة الثانوية إنجازا لا أعتقد أن أحدا سبقني إليه، وأشك أن أحدا سيبلغه بعدي، فقد حصلت على 0 في مادة الرسم. وربما كان هذا الشعور بالعجز عن الرسم هو الذي دفعني ذات يوم إلى مصادرة لوحة من لوحات الأمير خالد، كنت ولا زلت أعلقها في صدر غرفة الجلوس، حتى قرأت في جريدة سعودية يومية أن لوحة من لوحاته بيعت بمبلغ خيالي، فأسرعت إلى لوحته وغطيت الجزء الذي يحمل توقيعه حتى لا يخطر ببال أحد من عشاق الثروة الفنية أن يبادر إلى اقتباسها. كم يسعدني أن أرحب في هذه الأمسية الباردة بدفء الكلمات القادمة من أعماق الصحراء، تحمل عبير الشيح ونفح الخزامى وشذ البن والهيل وحكايات الشروق والغروب والمطر ومغامرات الصقور ورحلة البدوي الجامح. كم يسعدني أن أرحب الليلة بخالد الفيصل.